بقول للشباب ان الاتجاه دلوقتي حاليا لاستخدام الطاقه الشمسيه كبديل للمشاكل اللي احنا عندنا دلوقتي. انت شايف الطاقه والبنزين والحاجات دي كلها فيها مشاكل، فاحنا ليه ما نستغلش الطاقه الشمسيه دي؟ حاجه يعني باور بتاع ربنا مديهولنا ببلاش ونقي ونضيء، يعني نستغله استغلال كويس. وهنعمل ايه بالظبط في مرسى علم؟ في مرسى علم هنروح برضو ندرب الشباب على تصنيع السخان الشمسي. سخان شعبي ممكن اي شاب بمجهود قليل يصنعه عنده في البيت ويعرف قرايبه ويعرف جيرانه وكده، وتنتشر العمليه. وانتشار العمليه هنقدر نوفر طاقة للبلد ونستخدمها يعني وتخلي حياتنا أفضل. شكراً.